سامي والد الشهيد أمجد. وكان يوم الخميس احنا صايمين من سوم الاثنين وخميس، هو كان صايم معايا ونزل معانا ننزل في الجامع اصلي. قال لي يا بابا هنزل معاك ايه اصلي في الجامع، قلت له ماشي. جه صلى معايا في الجامع، خدنا بلحتين كده وبتاع وصب عصير وقعدنا الجامع. من قعدنا في الجامع صلى معايا، فقال لي يا بابا هروح اسيب العربيه بتاعت اسكندريه دي ابص على القماش، قلت له ماشي يا حبيبي بس ما تعملش اي حاجه. قال لا والله هشوف العربيه واتعايد عشان افطر، قلت له ماشي. راح العربيه وانا في الجامع، انا قعدت في الجامع بقى اصلي العشاء بالمره، قلت عشان اطلع بالمره ما اطلعش خالص ما نزلتش تاني، انا بطلع البيت ما نزلتش تاني. فالمهم قعدت في ايه، فجاني واحد وانا خارج قابلني بتاع توك توك، عيل بتاع توك توك، قال لي عم سامي، عم سامي انت هنا وابنك مظروف متعور في موقف العشاء. خدت بعض يروح غير موقف العشاء، سالت الجماعه اللي واقفين في ايه يا جدعان، قال لي ايه حصلت هنا، ابنك وقع واتضرب بسكين في المستشفى، في المستشفى جريت على المستشفى. قلت الحقه بقى ولا حق، ما لحقتوش. رحت بقى لقيت المهرجان قدام مني، السلام كلها هناك، في ايه يا جدعان؟ قالوا جنب امجد ما تعيش انت. حكوا لي الوضع ان هو الله يرحمه اتصل بيه الولد اللي عامل شغال متعور في ايده، فراح خده وداه المستشفى خيط له ايده وجابه. من جابه دول الاثنين ايه قاعدين، امه ده وفارس. فالمهم امه ايه رايح بقول لهم جد احنا بنطلب شغله ميه، مش عايزين يدونا شط ميه. قالوا العمال بتتعب بالميه وبتاع، هتاخدوا مني ميه، هاتلكم جرده ميه. تمام امجد زي ما هم بيقولوا امجد. تمام فقام ايه ضربه في صدره، ضربه في صدره امجد قايم واقف، فقام واقف امجد قام ايه مديله بالقلم، فقام جد ضرب له القلم رد فعل وخد بعضه وسابه ومشي على عربيته ومشي. في الطريق وهو ماشي التاني فارس لف من ورا وجاب السكينه محضرها له، والعم بقى حضرها له، فخلاه مشي امه قدام، فقام مشي وراه وقام مكتفه كده يا اسلام من ورا كتفه، وقام ده طويل وهو مصلى على النبي، فقام ايه مكتفه منزله لتحت يعني الفارس قدام الفارس والصايد وابطاله عشان ايه حط السكينه في رقبته، حط السكينه في رقبته. فين وفين لما انا جيت قبلها على السرير بقول لها انا راح فين؟ قال لي راحش في امجد متعرف في المستشفى، انت رحت له؟ قلت له امجد تعيش انت يعني مات على السرير. اه طبعا انا عايزه القصاص بس لا انا عايزه لا حتى نرتاح يعني احنا تعبانين احنا بنموت كلهم، انا عيني مش شايفه بيها حاجه خلاص، مش شايفه خيال، مش شايفه حتى افلام.